دايما احنا بنقول يا معالي الوزير ان حب الوطن هو حب فطري زاده الاسلام تاكيدا وتعميقا، وزي ما حضرتك قلت المراحل اللي بيمر بيها الوطن لازم نتعامل مع كل مرحله بحسب متطلبات هذه المرحله، في حاله الحرب بنحارب، في حاله السلام بنجنح للسلام. فده ما يفعله دايما المواطن المصري لانه هو بيحب بلده من كل قلبه. فعايزين نتكلم مع حضرتك اكتر عن ما ورد في الدين يحث على الدفاع عن الوطن بكل ما أوتي الإنسان من قوة. الدفاع عن الوطن زي ما قلت حضرتك في حالة الحرب، في حالة السلام، حتى الشائعات التي تتردد، هذا برضو دفاع عن الوطن. الدفاع عن الوطن أو حماية الأوطان أو الحفاظ على الأوطان إحنا أفردنا له عدة كتب، مش كلام فقط. كتاب حق الوطن ده كتاب كامل أخرجناه مع سلسلة رؤية بالتنسيق مع وزارة الثقافة، حق الوطن. عملت كتاب مشروعية الدولة الوطنية، كتاب الكليات الست اللي بيأكد أن الحفاظ على الوطن من الكليات التي يجب أن نحافظ عليها، والحفاظ على الوطن عطاء وانتماء وليس مجرد كلام. الوطنية ليست ادعاء وليست كلاما. وأنا الحقيقة بوجه رسالة مهمة جدا، وإحنا بنتكلم عن فقه المراحل. الآن العالم كله بيمر بإيه؟ بيمر بأزمة الظروف الاقتصادية وغلاء وارتفاع الأسعار العالمي. نيجي نقول له انت بقى ما تجيش عايز تخدم بلدك، اخدم زي ما قلنا في الوقت اللي يحتاجه بالطريقه اللي يحتاجها. ده الرساله اللي بنوجهها لكل الناس. ده وقت التكاتف والتلاحم الوطني، سواء بقى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما امن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. ان احنا ناخذ بايدي بالذات الضعفاء والفقراء والمحتاجين ونكون صف واحد. لكن الاهم من ده اللي عايز بقى الوطنيه الحقيقيه الان في عدم الجشع وعدم الاستغلال وعدم الاحتكار. اللي عايز بيحب بلده يقف جنبها في الوقت ده. والنداء هنا للتجار خاصه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ التاجر الصدوق الامين مع النبيين والشهداء والصديقين والشهداء. طب ليه مع النبيين؟ ايه اللي وصله؟ إن حب المال وجمع المال يعني يغلب على كثير من الناس. فاللي يتغلب على الغريزة الإنسانية ويتنازل عن شيء من أرباحي. أنا في كتبت منذ أيام إن التاجر لو قلل هامش الربح، قلل هامش الربح بنية يساعد الناس ويساعد بلده إنها تعبر الأزمات، كأنه تصدق بهذا الجزء الذي قلله. عظيم. من قلل هامش ربحه كأنه تصدق. عشان كده النبي قال للتاجر الصدوق الأمين، لأن محتاج مغالبة للنفس. لكن لو دخل في القصة التانية بقى، لو دخل يغلي على الناس ويستغل الأزمات. هختم بالحديث ده، شوف سيدنا النبي قال إيه: من دخل في شيء من أسعار الناس اللي يخليه عليهم يغلي عليهم الأسعار، سواء كان بالاحتكار بالاستغلال باستغلال الأزمات، كان حقا على الله عز وجل أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة، يقعده مقعد من النار. فالرسالة اللي بنوجهها، زي ما هناك أبائنا وأجدادنا ضحوا بأنفسهم، وفي ناس أيضا وقفت رجالا في معركة السلام، وهناك من وقفوا رجالا في معركة التحكيم. الأزمة اللي بيمر بها العالم كله يتطلب من كل وطني صادق أن يقف بالتراحم، بالتكافل، بعدم الجشع، بعدم الاستغلال، بترشيد الاستهلاك.